مرحبا، كيفكن؟ اسمي جورج، عمري 71، أنا طبيب بالسان باولو وبشتغل بالعيادة. اسمعيني شوي، مع إنه أمي كانت لبنانية ببعلبك، أنا ما كنت أعرف أحكي. من هيك أنا بلشت درس عربي بالإنترنت مع استاذ جهاد بوهوش. صرت سنة ونص، بعد شوي 3 مرات الأسبوع، يوم إيه يوم لا. كتير 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 مبسوط، هذا الأحسن شيء أن عملت السنة الماضية. العربي تبعه مش عربي صعب، لا 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 لا، العربي تبعه كتير حيين. تعال شوف بالوقت الفراغ، أنا بحب أطبخ، أكل عربي معلوم، وأنا بعمل كل شيء. أنا بعمل ورق عنب وملفوف وحمص بالطيني ومجدرة وبرخل ورز بالشرية، كل شيء، وخروف، خروف مشوي طيب كتير. وانتو شو عم تعملوا هلا؟ ماشي ولو ما بصير هذا، تفضل تكون هذا معنا، شرفنا، معكم سلام.